بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، إخوتي وأخواتي طلبة العلوم الشرعية في الجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة تزفها إليكم الجامعة الإسلامية وهي تتقدم لتشارك في مسيرة إحياء الدين وتجديده وتيسير طلب العلم الشرعي لكل راغب وتمهيد سبله لكل سالك، وذلك من خلال تقنية التواصل المباشر عن بعد، تلك التقنية التي يسر الله أسبابها في هذا الزمان فأحالت العالم أجمع إلى ما يشبه الغرفة الواحدة، وفي إطار الوسطية الإسلامية التي شاء الله أن تكون سبيل الراشدين من عباده عبر القرون. إن الجامعة الإسلامية وهي تتهيأ لاستقبال انطلاقتها الجديدة في حلتها الجديدة، وقد قضت رتحا من الزمان تدرس علوم الشريعة من خلال أكاديمية الشريعة، ثم تهيأت لها الأسباب أن تستكمل بنيانها المهني والأكاديمي والتقني لتعلن عن نفسها جامعة إسلامية شاملة تقدم برامجها في جميع الدرجات الجامعية، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وفي جميع التخصصات الشرعية، الشريعة وأصول الدين واللغة العربية والاقتصاد الإسلامي واللغة العربية للناطقين بغيرها وبجميع اللغات الحية، وقد بدأت باللغتين العربية والإنجليزية، وعلى الطريق بإذن الله الإسبانية والروسية واللغات الأخرى. والجامعة الإسلامية معنية بأمر معادلة شهاداتها مع الجامعات الأخرى سواء على الساحة الأمريكية أم على الساحة المشرقية، وقد تمت من قبل معادلة شهادات الجامعة مع جامعة الجنان بلبنان والجامعة الدولية بمنما، وعلى الطريق بإذن الله مشاريع معادلات أخرى واعدة مع جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للجامعات المصرية وجامعة GTF على الساحة الأمريكية. ووصيتي إلى أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي طلبة العلم الشرعي أن يقدروا طلب العلم قدره، أن يعرفوا أن طلب العلم الشرعي أنفس وأثمن وأغلى ما أنفق فيه البشر أعمارهم وأموالهم، أن يدركوا أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، أن يشكر الله جل وعلا أن هيأ لهم أسباب هذا الطلب وأن أقامهم على هذه العبودية الجليلة. فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإذا أردت أن تعرف من الله مقامك فانظر فيما أقامك، فشمروا عن ساعد الجد وكونوا سفراء خير لهذه الجامعة في أوساطكم الاجتماعية والثقافية والمهنية والعائلية، ولا تضنوا عليها بنصح ولا بتوجيه، فإن الدين النصيحة، وكونوا مع إدارتها كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.